مع ممثلينا في اولمبياد باريس 24 والوقوف وقفة اجلال واحترام. هذا البرنامج هذا هو برنامج تحسيسي وطني، يعني كل ولايات الوطن تنظم هذا البرنامج هذا، وغردايه جزء من هذا البرنامج. يعني هذا البرنامج كما قلت يعني كان موجه للجمعيات وفعاليات المجتمع المدني لحضور هذا اللقاء هذا لمعرفه ما هي الاليات للمشاركه في الانتخابات الرئاسيه، وطبعا الاهداف يعني من بين الاهداف يعني المشاركه في هذا البرنامج انه كيف نرسخ المواطن ثقافه المشاركه في الانتخابات الرئاسيه، وما هي اهداف يعني المشاركة، وكذلك يعني الجانب القانوني.